العرب حولوا حلم الطيران إلى حقيقة. مقولة للطيار الشهير الألماني مانفريد فون جيرتشهوفن الملقب بالبارون الأحمر، وهي تحمل التقدير لجهود العرب في عالم الطيران التي بدأت مع العالم الأندلسي عباس بن فرناس صاحب التجربة الشهيرة في الطيران، والتي كانت الملهمة للأخوين رايت لاختراع الطائرة في بداية القرن الماضي. ثم توارت الاختراعات المتعلقة بالطيران بشكل متسارع مع دخول مجالات جديدة للطيران، حيث ابتكر الأمريكي سامويل فرانكلين كودي عام 1911 الاستعراضات الجوية والسير على الطائرات في الجو فيما يعرف باسم وينج ووكينج. لقد أتينا إلى دبي لأداء بعض العروض مع فريق برايتلينج وينج ووكر، وأيضا الترويج للفريق قبل بطولة الاستعراضات الجوية التي تجرى في أبوظبي بعد عدة أيام. يستمتع الأشخاص بخوض التجربة، حيث أنهم يحبون مشاهدة المناظر الرائعة من ارتفاع شاهق، ولا سيما مشاهدة منطقة الجميرة وجزيرة النخلة ومنطقة البحيرات، ما يجعل الجميع متحمسين لخوض التجربة. على الرغم من خطورة استعراضات الوينج ووكينج، إلا أنها تجد إقبالا من الشباب العربي الذي يتمتع بالمغامرة بطبيعته، مع وجود فرصة قد لا تتكرر كثيرا لتجربة الطيران فوق المدن العربية في مشهد يعشقه الكثيرون ويدفعون فيه ما لا يقل عن 2000 دولار أمريكي للدخول في تجربة واحدة. لقد انضممت إلى فريق برايتلينج وينج ووكرز بعد خوض تجربة المشي على أجنحة الطائرات تماما كالتجربة التي قمت بها اليوم، وأحببت هذه الرياضة كثيرا، ثم سألت عن كيفية الانضمام إلى الفريق لأكون أحد أعضائه، وقد حققت ذلك في نهاية المطاف. إذا كنت مغامرا وتعشق الطيران، سوف تعيش تجربة مختلفة مع هذه الرياضة الشيقة التي يطلقون عليها وينج ووكينج. تخيل أنك طائر بلا أجنحة تحلق في سماء دبي لتشاهد هذه المدينة الساحرة من ارتفاع شاهق يصل إلى 400 متر. تجربة رائعة، وهي أيضا تتميز بأنها مثيرة وأيضا خطرة. تابعوني في هذه التجربة بعد أن أصبحت عضوا في فريق برايتلينج وينج ووكينج للاستعراضات الجوية، عضوا فاعلا في هذا الفريق. محمد سيف، CNBC عربية، سكاي دايف، دبي.